راه توحشوك الناس قالوا حتى انا اختي توحشتكم والله القسم والله الا توحشناك شحال ضحكت هكذا اليوم راه غدير لي الرفيسه غندير واحد الرفيسه كتحمق انت راه انت جبتي الكسطروش من طراجيش على الاقوال ديالك ها هو الناس شاهدين حنا اليوم الرفيسه رفيسه ديال الحرشه اه الرفيسه هي ديال الحرشه حنا كنقولوا رفيسه الحرشه المهم البنات نوجه فين داك الشيء اللي حكيتي على الباب راه هو على داك الشيء هو راه كتشوف لا بصحتها انا ديت وحده من هذوك والله القسم زوينه حكات لي مزيان ديال الماجيك كلير واعر 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 هاي بقيت انا خديت وحده تجبدها والله تجبدها هاتك كبيره قلت لك وحده وز لك وحده اخرى لا لا وحده ديال وحده ليا وحدك فراسكم كيبغي كيبقى يحكم معايا بنفس الشيته ديالي قلت لك وحده اخرى دابا فين هو السينما نادا خاصني بغي يقسم معايا كلشي انا غير هي شعلو انت يلاه نادا صغبات غطيرهم وغترتاح طيري باباهم وريح الارض نيت باش يلا يبردو وديناتك يلا يبردو مزيان سمعوا طردقوا ديك حلوا معايا وديناتكم دوك الودينات حلوهم معايا سمعوني ديري لي انا هذا شنو من ليكرون بيان سو غادي ندير لك ليكرون هاي زيني وانا بعدا راه زينه ويزيد هذا كيقشقشني لا بيان سو والعنق ديالي ها سمعوني باقي ما تجلش ضربي راسي ضربي اللي شاف كيقول انا امها باقي ما تجب ما تجلدش واللي شاف يقول انا امها البنات سمعوني مزيان بنتي باقه صغيره تبارك الله صلاه النبي جبها ليا امين يا ربي سمعوني الي اللي تشري لي بحال هاد السبور ما غتسكتش فراسكو ما غتسكتش ما غتسكتش داكشي اللي كيقولوه الناس من وراء الكواليس هي تبقى تقولوا دابا شري السبورة انا تبقى نبارطاجي معاكم بيدات هذاك الطوس ها كيجي حتى لهنا كبيدات سمعوني مزيان اول حاجه غادي نديروها قبل ما غادي نخرجوا غنديروا ايكرون ديالنا واحسن حاجه عجبتني احسن حاجه عجبتني شنو هي هي ايكرون فون دو تي ديال ماجي كلير سمعوني بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم العيوب في البشره ديالهم ياكم ضروري خصهم يديروا الفون دو تي عاد يخرجوا اوكي والبنات اللي كاينه في نفس الوقت كيبغيو يديروا ايكرون هادي اكرون فون دو تي اكرون فون دو تي انا ناخذ واحد طبيه 100% طبيه البنات كدرق لك لي طاش ديالك دير وجهك كامل باش نقادها انايا فهمتي كدرق لك لي طاش اللي في وجهك وفي نفس الوقت كتحمي لك لابو ديالك من بزاف ديال الحوايج من اشعه البشره ديالك من ما تقيسها لك حتى شي حاجه واعره احسن فون دو تي تقدري تستعملي هي اكرون فون دو تي ديال ماجي ها نتوما البنات شفتوه يلا عرفتوا كنتسنى اش كنتسنى ايوا ديري ليا ها نتوما عرفتوا البنات خطير ودغيا دغيا دغيا شوفي بحال ما كاينش ما الا كيمصل ها نتوما فون دو تي اكرون واعر البنات واعر خطير 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 جبتي علاش ما نديرش سمعوا راه داير لكم فيهم لي برومو الكود الكود برومو كود برو شوفي لا ريحه فيها بهذا وفراسكم بحال دايره كريم ديال الترطيب للوجه شوفي بحال دايره كريم ديال الترطيب اه فراسك باش عجبتني البنات ما كتخليش دوك ما كتبقاش مطبعه في الوجه انت دغيا دغيا كتي انا هذا اريالي اه هادشي اللي ما كنبغيش هادشي دابا ما كنحملش انا نسمع هادشي هو اللي انا لا احب ان اسمع طيب شوفي وري شوفي وجهها تبارك الله والله الا مزال والله العظيم عيني غتشرمي ليا ودني هاو صباح النور اجي اختي اجي قولي لهم غير صباح النور صباح النور وصباح النور صباح التيسير ها انتما ها جات دات ليا البراسليه الثاني ها شفتوها ها دات ليا ماشي هذا اللي خديت مؤخرا لا دات ليا هادو حيت هي كتخدات لي هذا قبل مني داتهم ليا هو والخاتم البنات المرضيات ها جيت كشطي ايوا شنو علاش بنتي باش الله يف ماما راه توحشوك الناس قالوا انا اختي توحشتكم والله القسم والله الا توحشناك المهم بالنسبه لاي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا عندك مشكل في اللثه ديالك مريضه لك فوريه في سنيناتك فيها مالك الكبدات غير بهذا المعجون الاسنان طير انا غادي نقول لكم علاش خاطر واش ما كيتميزو هو على المعجون الاسنان الاخرين كبدات هذا المعجون هذا ديال ياكو سمعوني يدخل ما بين السنينات مصابينها شعره شعره كتدخل من بين السنينات وديري ليها حتى هاد اللعيبه اللي كتحكي بها حتى لسانك بالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل حتى في اللسان ديالهم كتحكي بها حتى لسانك كتحكي سنيناتك واومين طو كتحكي حتى لسانك المهم سمعوني مزيان هاد المعجون هذا فيه شي حوايج اللي ما كاينش
معجون شنو هما؟ اول حاجه فيه واحد الحبيبات، ها هما غادي يبانوا لكم، شفتوهم هاد الحبيبات هادو بحال بحال قلتي التقشير غوماج للسنان، كيف ما كديروا غوماج الوجه كيحيد لك كاع داك الخلايا، هاد الحبيبات هادو كيحيدوا لك البكتيريا والكالكير، بحال قلتي كديري غوماج لسنيناتك، يعني اي حاجه في السنينات ديالك كتبقى هذوك الخبيز ولا داك التفرجيس داكشي اللي كيبقى لك في السنان ديالك وخالك ما بين السنان هنايا تحية ما بين السنان كتحكي بهم، بحال قلتي كديري غوماج للسنينات ديالك. هاد الحبيبات هادو ها هما، انا غنحك دابا حداكم تشوفو، هاد الحبيبات هادو راهم مقشر للاسنان، كيحيد لك الكالكير، كيحيد لك الوسخ، كيحيد لك الصفوريه، كيحيد لك اي حاجه. المهم انا غادي نغسل وغادي نوريكم ثاني قبل وبعد. البناتي يلاه نعسو، دينا نعسات قبيله والماسه يلاه نعسات، سمعوني مزيان في هاد السطوري هذا، حاولت انني غنصورته لكم بلا فلتر بلا والو باش يبان لكم هاد لي ساغن هادو اللي عندي هنايا. وهاد المشكل هذا كنعانيو منه حنا البنات بزاف، 90% حنا البنات كنعانيو منه بسبب الاعصاب، الصهير، التليفون. جبت لكم الحل، عرفت شحال سمعت عليها وشحال شفت عليها الناس كيشكروها وشحال وشحال، وجربتها دابا تقريبا اسبوع انا كنجربها، والله الا عظيم الا غدا عطيني النتيجه واعره البنات. عرفتوا البنات اللي كيعانيو من الكحوليه هنايا في العين ديالهم وكيحسوا بالعين ديالهم ما هيش، قلت لكم الحل. عرفتوا دابا غادي نوليو هاد التريتمون هذا غنوليو نتبعوه مع بعضياتنا كل نهار، سمعتوني البنات؟ غادي نديرو كديرو ليها بحال هكايا، عرفتو ماجي كلير والله العظيم اللي خد بخاطرين البنات. عرفتو ديك الكحوله كامله اللي كتكون عندنا هنايا كتحيد، هاد الكحوله هادي كلها كتحيد. ها نتوما ولا كان عندك شي انتفاخ في العين ديالك ما كيبقاش، سمعتيني؟ عرفتي كتبقاي ديريها هكايا على عميناتك، عرفتي تبعيها، الا ما كنتيش خارجه ديريها، الا بقيتي ديريها في الصباح وفي العشيه ولا ديريها غير في الليل، اقسم بالله يا البنات الا دغيا غادي تبان لكم النتيجه. عرفتي كتبقاو تما صوب بحال كيسه كتدخلوها مزيان. الله شوفوا البنات كيفاش رجع العين ديالي شربات، لانه حتى انا عندي راكم عارفين الصهير وداكشي، عندي الكحوليه هنايا عرفتو ميمكنش شحال واعر، وعرفتي فيه بزاف ديال الحوايج. حاجه وحده، اول حاجه كيف ما قلت لكم كيحيد لكم هاد الكحوليه هادي ديال هنايا، ثاني حاجه كيحارب التجاعيد، يعني ضروري البنت منين توصل 22 عام ضروري تولي ديرو، كيحارب لك التجاعيد، كيحارب الانتفاخ بالنسبه للبنات اللي العينهم كتنفخ وكتحمر لهم، هذا كيحارب كلشي عرفتي البنات. خطير 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 خطير، اقسم بالله تخاطير. شوفوا واعر، عرفتوا غادي ترحموني.